وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال كريم، أسأل يقول أحدهم طلب مني قرضا بقيمة 20,000 ريال في مقابل أن يرهن عندي ذهب زوجته، فما حكم هذه المعاملة؟ وهل إذا عجز عن سداد الدين يحق لي أن آخذ الذهب المرهون عندي؟ وكيف العمل إذا كان قيمة الذهب أقل وأكثر من المال الذي أقرضته إياه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نقول مستعين بالله تبارك وتعالى، إن من القواعد الأصولية المقررة أن الرهن ثابت بالكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبإجماع العلماء، والغرض منه هو توثيق الدين ليحفظ الدائن حقه من المدين. قال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام، يعني في شعير، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعليه فلا حرج، هذه الصورة التي هي في السؤال، أن يكون الرهن من الذهب أو من الفضة أو غير ذلك من الأموال، لأن الله يقول فرهان مقبوضة، هذه نكرة في سياق هذه الجملة الشرطية: وإن كنتم على سفر وتجدوا فرهان مقبوضة، يدل على العموم. وكما قلنا هذا ثابت كتابا وسنة، وعليه الإجماع، وقالت به اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز وأهل العلم، ولا يعلم في ذلك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة إن شاء الله. هنا في هذا الأمر فيه مسائل. هذا الذهب الذي هو عندك الآن إذا حال عليه الحول وكان نصابا، يعني 85 جراما فأكثر، أو انضم إليه ذهب آخر كان عندك فبلغ نصابا، وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وكان مرهونا لديك مقابل هذا الدين الذي أنت أعطيته لهذا السائل. ولذلك كونه مرهونا مقابل الدين لا يمنع وجوب الزكاة، لأنك تملكه ملكا تاما، هذه مسألة. المسألة الثانية: إذا أتى الأجل الذي ينبغي له أن يرد هذه القيمة 20,000 ولم يسدد لك، فأنت بالخيار، إما أن تمهله فرصة أخرى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتكون في ذلك إن شاء الله عز وجل على خير وبر وبركة، وإما أن تستوفي منه ما لك وما تريده منه فتقوم باستيفائه من الذهب الذي هو عندك. وهذا له حالتان أو له ثلاث حالات: إما أن يكون قيمة الذهب الذي هو عندك بسعر وقت الأداء وقت استحقاق الدين مساوية ل20,000 فتكون بذلك قد أخذت حقك، وإما أن يكون أكثر، يعني مثلا ب25,000 ففي هذه الحالة تأخذ 20,000 وترد له 5,000، وإما أن يكون أقل مثلا ب15,000 ففي هذه الحالة تستوفي الذهب ويبقى لك في ذمته 5,000 ويبقى لك في ذمته 5,000 أخرى يردها إليك. هذا ما تيسر إرادته يعدد الله على الذكر، وصلى الله عليه وحمده وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين، وعلى طاعتك احفظ والدتي وارزقني برها يا رب العالمين. تم تحرير الصوتين في ليلة الأحد لأربعين بقينا من ربيع الأول لعام 44 و400 ألف من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام.